بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، العالم لجلال ما أودعه الله تعالى في صدره من اليقين والخير الكبير والحرص على منافع المسلمين، جعل الله تعالى له هيبة وجلالا لدرجة أن السائل ربما يسأل سؤاله إذا أراد سؤله، وليس ذلك الأمر بالمستهجن أو بالمنكر، فإن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان يحدث هذا لهم مع بعضهم البعض. يدل على ذلك هذا الأثر 716 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. سبحان الله، سنتين يريد أن يسأله فلا يقدر، الذي منعه من ذلك هيبته لعمر، حتى تخلف في حجة أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، تخلف أي تأخر في حجة أو عمرة في الأراك، أي شجر الأراك الذي ببطن مر الظهران، هذا بطن خارج المدينة، لحاجته، أي أبعد وذهب لقضاء حاجته. فلما جاء من الخلاء وخلوت به قلت: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال: فلا تفعل. ده قول عمر لابن عباس، قال: فلا تفعل، إذا أردت أن تسأل فسلني. وإحنا نشوف هنا أخلاق عمر بن الخطاب، وهي الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها العالم. فبيقول لتلميذه، لأن هذا في مقام تلميذه: إذا أردت أن تسأل فسلني، فإن كان عندي منه، أي جواب، أخبرتك، وإلا قلت لا أعلم، فسألت من يعلم. يعني إذا لم تجد عندي الجواب فسل من يعلم. يا حبذا لو أن أهل العلم علموا طلبتهم كلمة لا أدري، لو أننا علمنا طلبتنا كلمة لا أدري لعلمناهم أدبا جما فقده كثير من الناس. الآن صار كل إنسان يستطيع أن يخبط في دين الله عز وجل خبط عشواء، لأنه لم يتعلم كلمة لا أدري. إن بعض الناس يطلبون العلم بطريقة عجيبة، يأخذ الكتاب مجلدين يتصفحهما وينظر فيهما، ثم يذهب إلى شيخه ليسأله عدة أسئلة في هذين الكتابين، إذن أنهى هذا الكتاب، ليقول بعد ذلك: إني حصلت العلم وإن شيخي فلان وفلان، وقد درست على يده كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وما درس على يده شيئا. فهذه مسألة خطيرة جدا، لابد أن ندرب تلاميذنا على كلمة لا أدري. قلت:
ده كلام عبد الله بن عباس. قلت: من المرأتان اللتان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هما المرأتان؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: عائشة وحفصة. عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. ثم قال: كان لي أخ من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلفت فجاءني بقية الحديث، فجاءني ذات ليلة ودق الباب قويا أو سريعا، فقلت: أوجاء الغساني؟ فقلت: أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. الحديث، وأصل الحديث عند البخاري، وذكره بتمامه في كتاب العلم، وهذا الحديث بإسناد المصنف صحيح. الأثر الذي بعد ذلك أيضا في مسألة سؤال أهل العلم وهيبة الطالب من شيخه والعالم إذا سأل، الأثر 718. عن سعيد ابن المسيب قال: قلت لسعد ابن مالك: إني أريد أن أسألك عن شيء. سعد بن مالك الأنصاري: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك. قال: لا تهبني يا ابن أخي. قال: لا تهبني يا ابن أخي. إذا مطلوب أن العالم يخفف من هيبة الطالب، وأن يسكن جأشه، وأن يربط على كتفه، هذا هو المطلوب. لكن أن يكون الطالب متجرئا على شيخه، متجاوزا حدود اللياقة معه، ليس هذا من أدب الطلب. فسعيد بن المسيب بيقول لسعد بن مالك: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك. سبحان الله. قال: لا تهبني يا ابن أخي. وهذا فيه دليل أنه يجوز أن يقال للأصغر سنا يا ابن أخي. يعني ممكن أقول للأخ مثلا: يا ابن أخي. أقول له: يا ابن أخي. لماذا؟ لأنه في دور أولاد، إذن هو ابن أخي. ويجوز للصغير أن يقول لمن هو أكبر: يا عمي. وهذه موجودة، ولعل هذا موجود في مجتمعنا. إحنا عندنا في المجتمع أي واحد أكبر منك تقول له إيه؟ يا عم فلان، مش كده؟ دي مسألة لها أصل إن شاء الله. قال: لا تهبني يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه. قال: قلت: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك حين خلف، حين خلف أي حين تركه النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، ما هو ذلك القول؟ فقال سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ طبعا هذا الحديث بإسناد المصنف فيه ضعف، يعني إسناد المصنف فيه ضعف، لكن هذا الحديث صحيح عند عبد الرزاق وعند غيره. والحديث له قصة، وقصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في المدينة في غزوة تبوك، خلفه في المدينة،
وخلفه لكي يرعى بعض حاجيات النبي عليه الصلاة والسلام، كما خلف النبي عليه الصلاة والسلام عثمان في غزوة بدر سواء بسواء. فقال الناس في المدينة: ما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه إلا أنه يستثقله. يستثقله يعني إيه؟ مش داخل له زور، مش بلعه، قرفان منه، مش عاوزه. فلما سمع علي ذلك ركب فلحق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما الذي أتاك؟ قال: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والذرار والمرضى ليقول الناس إنك استثقلتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذن هذا هو السياق. مسألة مهمة جدا يا إخوتي، أن الإنسان عند دراسة النصوص لابد أن يدرس مورد الحديث، السياق الذي جاء فيه هذا الحديث. لماذا؟ لأن دراسة السياق مفيدة جدا في فهم النص. الرافضة يقولون، يوم جايبين هذا الحديث ويقولون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مين؟ هو علي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذن هارون من موسى في ماذا؟ إن كان من هو الخليفة؟ هو هارون. يبقى لما غاب موسى كان الخليفة هو هارون. يبقى إذا لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الخليفة مين؟ علي. لكن بعد أن سمعنا هذا السياق، يبقى كان ده صح ولا مش صح؟ صح ولا غلط؟ طيب، يبقى الكلام ده فيه نظر، كلام غلط، كلام غلط. والشيء غير الصحيح بنسميه غلط. ليه؟ من يعرف؟ أعلم أنكم تعرفون لكن تريدون أن تسمعوا مني الجواب. الغلط هو الأصوات غير المميزة عند اختلاطها واضطرابها. يعني لما يكون واحد قاعد في البيت وفي هناك شكلة في الشارع، ده بيحجز وده بيشد وده بيزق وده بيعمل، الأصوات تداخلت اضطربت، نقول هذا إيه؟ غلط. هذا غلط. ليه؟ لأن القول غير بين، غير واضح. فاستعير هذا لكل قول غير بين ولا مستقيم ولا واضح. ماشي؟ إذن هذا ما يسمى في اللغة بعملية النقل الدلالي. النقل الإيه؟ الدلالي. إذن هذا الكلام كان في مناسبة معينة فأخذنا الدلالة ونقلناها لمناسبة أخرى، كأن يقال رفع فلان عقيرته. يعني رفع إيه؟ رفع عقيرته يعني رفع إيه؟ وجهه؟ لا، رفع عقيرته أي رفع صوته، صوته. لما إنسان يتكلم ويكون الصوت عال يقولون رفع فلان عقيرته أي رفع صوته. وهذه لها قصة ولكن أذكرها في وقتها. إذن معرفة مورد الحديث أي السياق الذي قيل فيه الحديث مفيد في فهم الحديث. الأثر 719 وهو أثر طاووس قال: إن من السنة أن توقر العالم
إن من السنة أن توقر العالم. التوقير الاحترام، التوقير الاحترام. هذا الحديث وإن كان إسناد المصنف فيه ضعف إلا أن عبد الرزاق رواه بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، وقوله سلوني، وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم. وحرصهم أي حرص العلماء على أن يؤخذ ما عندهم. والحديث 721، الحديث 721 عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته. عن جابر. ولو نظرنا نجد إن حجة النبي صلى الله عليه وسلم رواها جابر رضي الله تعالى عنه، حتى الألباني عليه رحمة الله ألف رسالة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ابن عبد الله. يبقى حديث جابر هو وصف لكل حجة النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الألباني عليه رحمة الله جمع كل طرق هذه الروايات وجعلها في نسق ثم صنف هذه الرسالة. فجابر بيقول رمى الجمرة، أي رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر على راحلته. يبقى ليس من السنة أن ترميها وأنت راجل فقط، لا، أنت ممكن ترميها وأنت راجل، أو ترميها وأنت ماشي، أو ترميها وأنت راكب، كله إن شاء الله من الخير. وقال: خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم، وخذوا أي تعلموا، تعلموا. فأخذ فلان عن فلان إذا تعلم منه. واستعير الأخذ للعلم لأن المتعلم يأخذ علم أستاذه، لأن المتعلم يأخذ علم أستاذه، فسمي ذلك العلم المأخوذ ماذا؟ أخذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وبالفعل كانت هذه حجة الوداع. الحديث صحيح وهو عند مسلم وغيره. الحديث 722، حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره ومعه معاذ بن جبل، ومعه معاذ بن جبل رديفه على الراحلة. دي فيها أدب جميل جدا، وهذا الأدب هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في أحد ألفاظ الحديث أن صلى الله عليه وسلم ردف معاذ على حمار، على حمار. فهذا أدب جليل أن كبير الناس يركب الحمار، وهذا لا يفعله أكابر الناس في هذه الأزمان. يعني في الأزمان القديمة دي لما يكون إنسان معظم أو له شأن لا يركب الحمار، يركب البغل أو يركب الخيل أو نحو من ذلك. فهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يكون مثلا واحد يعني محافظ ولا قائد جيش أو ما إلى ذلك، لا يمكن أبدا يركب عربية بباب واحد، أو عربية مثلا بالمنافلة، لابد يركب عربية يعني إيه لها شأن عظيم. نعم. وأيضا فيها أدب ثان هو جواز الإرداف،
الإرداف إن الرجل إذا مشى يردف خلفه، يركب وراء أحد، فهذا أمر فيه سنة إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يا معاذ. لماذا لم يقل أي معاذ؟ يا أهل اللغة يقولون لمنادات البعيد، لمنادات البعيد، ومعاذ لم يكن بعيدا. فالجواب أن هذا للانتباه، يريد أن ينبه. فيا ليست للنداء فقط، وإنما هي للنداء والتنبيه، للنداء والتنبيه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبهها: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. التلبية هي الطاعة، لبيك أي طاعة لك يا رسول الله، وسعديك كأن طاعة بعد طاعة وامتثالا بعد امتثال، فيكون ذلك أرجى للقائل أن يقول مقالته. يعني لما يكون واحد يقول لك يا فلان، تقول له أنا سمعك كويس جدا، وأنا عندما أسمع إذن أنا أطيعك وأطيعك وأطيعك. لما واحد يقول لك مثلا يا محمد، تقول له أيوة أسمعك وأطيعك وأطيعك وأطيعك. إذن هذه الإجابة تهيج المتكلم أن يتكلم بما يريد. لكن يا محمد يمطنشه، من مصطلح البلدي يقلبه، هيقول له حاجة ما يقولوش حاجة. ولذلك يقولون في البلد اللفظ سعد، اللفظ إيه؟ سعد. وكما أن الكلام فيه شخصيتك، فلا بد للإنسان أن يحافظ على ما يتكلم به. دي مسألة مهمة جدا. طيب معاذ بن جبل في ذلك الوقت كم كان سنه؟ سنه كان صغيرا، كان صغيرا، وهذا يدل على الأدب الجليل الذي تربى عليه الصحابة منذ الصغر. مسألة مهمة جدا أن يتربى الناس على الأدب منذ الصغر، يكبرهم والأدب ملازم لهم، والأدب ملازم لهم. أحد الملوك أعطى ابنه مالا كثيرا وقال له: اذهب بهذا المال وافعل به كذا وكذا، يعني يريد أن يذهب بهذا المال إلى جهة ما ليقوم بإرشاء الناس رشوتهم. هذا الولد لم يقم بالرشوة، وإنما وزع مال أبيه على المحتاجين والفقراء. يبقى أبوه بيقول له خد الفلوس دي وارشي بها الأمير الفلاني. ابنه أخذ المال فلم يقم بالرشوة، وإنما قام بماذا؟ بمساعدة الفقراء والمساكين. فلما سأله أبوه: ماذا فعلت بالمال؟ قال له: وضعته حيث جلالك وعظمتك. أنت رجل صاحب جلالة وعظمة، فما بغيش أن أنت تعمل حاجة غلط، لكن تعمل الحاجات الصح. شوف الابن، شوف كيف يكون التوجيه. دخل الخليفة المأمون ذات يوم قصر البرمكي، معاه ابنه الصغير، ابنه صغير كده، فقال لابن الوزير: دارك أفضل أم دار الخليفة؟ القصر بتاع أبوك ده أحسن ولا القصر بتاع الخليفة؟ ماذا قال هذا الولد الصغير؟ قال: قصر أبي أفضل لو كان فيه الخليفة. شوف الإجابة، قصر أبي أفضل إن كان فيه الخليفة. فأخرج له خاتما في إصبعه فقال: هل رأيت خاتما أفضل من ذلك؟ قال: ذلك الأصبع
الذي لبسه ذلك الخاتم. الله، شوف الولد لابوه قال له ولا لقنه ولا دربه، ولكنه الأدب. كيف تكلم الناس؟ قال الله وقولوا للناس حسنا. فاللفظ سعد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ، كان ممكن يقول له أيوه يا رسول الله، نعم يا رسول الله، كان ممكن يقول له لبيك يا رسول الله، لكن انظر يقول له إيه، لبيك وسعديك ثلاثا. يا لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول الله. خلاص، يا معناها أنا متهيئ. ده غاية الأدب، غاية الأدب. أنت ممكن تجد الأب بينادي على ابنه يا فلان وما يردش، يا فلان ما يردش، ينادي على 10 مرات وبعدين في النهاية يقول له أنت عاوز إيه؟ يعني بعد 10 مرات الابن يقول لأبوه وأنت عاوز إيه؟ أنت عاوز إيه؟ انظر إلى إلى هذا الأدب، ما ينفعش. إذا هذا غير مؤدب، غير مؤدب. الكبير عندما ينادي على الصغير أبوه، خاله، عمه، العالم، أستاذه، لابد أن يسرع بالجواب، ولابد أن يتضمن الجواب الأدب، ما يقولوش أيوة، يتضمن الجواب الأدب. فمعاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. تتمة الحديث بعد الأذان. قلت يا رسول الله ألا أخبر به الناس، ألا أخبر به الناس فيستبشروا، ألا أخبر بهذا الخبر الناس فيستبشروا. ده مسألة جميلة، إن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، ده بشارة عظيمة جدا. ألا أخبر به الناس فيستبشروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، إذن يتكلوا، أي إذا أخبرتهم، إذا أخبرتهم بهذا الأمر يتكل الناس. إذن حذف هنا فعل الشرط لدلالة السياق عليه، إذن يتكل. والاتكال هو ترك العمل، الاتكال هو ترك العمل بخلاف التوكل. فالتوكل مباشرة الأسباب والثقة بمعونة الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أما التواكل هو ترك العمل، ترك العمل، وليس ذلك من الدين. إذن يتكلوا، إذن يترك العمل، يترك طاعة الله عز وجل. وأخبر بها معاذ عند موته، أي حتى لا يقع في إثم كتمان العلم. ولذلك في بعض الألفاظ من حديث عبادة بن الصامت فأخبر بها عبادة قبل موته تأثما، أي ليخرج من الإثم. الأثر الذي بعد ذلك 724، أن العالم يستحث الناس ليأخذوا ما عنده من علم، فهذا علي رضي الله تعالى عنه يقول ألا رجل يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه، ألا رجل يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه. ذلك الرجل يسأل لماذا، الفاء هنا فيها معنى السبب، فيها معنى السبب،
إذن يسأل لينتفع، إذن لا يسأل ليعنت وإنما يسأل لينتفع. بعض الناس يجهز السؤال الذي يعرف إجابته ليختبر به الغير، وهذا خطأ، لأن العالم إذا شم أنك تختبره لن يجيبك، وربما يكون الصرم بينك وبينه، الصرم الهجر والقطع، ولكن سل كي تتعلم، لا تسأل لكي تعنت أو لتختبر، فهذان فاسدان، هذان فاسدان. تسأل لتختبر لا يجوز أن تختبر أستاذك، أو تسأل لتعنت فهذا أيضا لا يجوز، لأنه ليس فيه اللياقة ولا مراعاة الأدب، ولكن سل لتتعلم. إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. وقال الله عز وجل: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم ماذا؟ لا تعلمون. إذن السؤال لرفع الجهالة، لرفع الجهالة. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إذن إمتى الإنسان بيسأل؟ إذا جاهل. طب أنت عرفت تسأل ليه؟ لماذا تسأل؟ إلا في حالة واحدة، إذا أراد الاستيثاق مما حصل، يعني واحد عرف الإجابة في مسألة أو قرأ في مسألة ويريد أن يطمئن إلى علمه وفهمه، لا بأس أن يعرض، يقول أنا قرأت كذا وقريت كذا وقريت كذا، اللي أنا قريته ده صح، قريت كذا وفهمت كذا، اللي أنا فهمته صح، لكن لا يسأل، ما يقولش ما تقول في المسألة الفلانية وهو قد قرأها، اعرض ما قرأت أو اعرض ما فهمت، وهذا ما يسمى بالعرض. إذن العالم تسأله إذا جهلت، فإذا علمت فاعرض عليه ليقيم لك ما قرأت أو ما فهمت. دي مسألة مهمة جدا. طيب رجل بيسأل لينتفع، طب بعد ما ينتفع يعمل ايه؟ ينفع جلساءه. يبقى الجلساء بيستفيدوا من سؤال الإنسان النبيه. وأفضل الطرق لتحصيل التعليم مسألة ماذا؟ السؤال. ألا رجل يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه، وهذا إسناد حسن. الأثر 725، أثر سعيد ابن المسيب قال: ما كان أحد من الناس يقول سألوني غير علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ما كانش حد بيقول للناس اسألوني إلا ما كان من علي رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد صحيح. فلا بأس للعالم المتمكن أن يقول للناس سألوني، لا بأس في ذلك الأمر. الحديث أو الأثر 726، أثر أبي الطفيل قال: شهدت عليا، أو طفيل هو راوي الحديث المشهور عن علي ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: شهدت عليا رضي الله عنه ويخطب ويقول: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. هو علي وعاء ملئ علما، فبيقول: فوالله لا تسألوني، لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. وسألوني عن كتاب الله عز وجل، فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل نزلت أم بجبل. الجملة ديت
علماء القرآن بيعتبروا هذه الجملة من الجمل الرائدة لتقنين ما يسمى بعلم النزول. يعني في هناك في علم النزول أن تعرف مكان نزول هذه الآية وزمن نزول هذه الآية، نزلت بالليل ولا بالنهار، نزلت الصبح ولا الظهر ولا الضحى ولا بالضبط. ليه نزل الصبح؟ طيب خليك معايا بس، خليك معايا. طيب وكذلك في أي مكان، في مكة، في المدينة، ما بينهما، هذا كله متعلق بماذا؟ بالنزول، من نزول. إذن علم ملابسات النزول ده علم كبير جدا في علوم القرآن، نعرف منه المكي والمدني والنهاري والليلي والسهلي والجبلي. فكأن هذا العلم حازه من؟ علي رضي الله تعالى عنه. فبيقول فوالله دي قسم ما منه، أي في كتاب الله، آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل نزلت أم بجبل. فقام ابن الكواء وأنا بينه وبين علي، فقال ما الذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. دي في سورة الذاريات، صدر سورة الذاريات. بيسألوا إيه معنى الكلمات دي؟ قال علي رضي الله تعالى عنه ويلك، ويلك، ويلك. هنا أحيانا العرب تطلق ما يتوهم، ما يتوهم الذم ولا يقصدون الذم، وإنما يقصدون الإعجاب، الإعجاب. يعني الإنسان لما يعجب بواحد ممكن يقول له كلمة يفهم منها الذم. يعني لما معاذ بن جبل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث، فيقول له معاذ وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك دعاء علي أن يموت. والثكل بمعنى الفقد، وثكلتك أمك أي فقدتك أمك. الله، إزاي إن واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فالنبي يقوم داعي عليه إن ربنا يموتك؟ لا، ليس هذا هو المقصود. إذن اللفظ قد يفهم من ظاهره الذم، ولكن في الحقيقة في معنى ماذا؟ الاستملاح، الإعجاب، الاستملاح والإعجاب. زي ما نقول مثلا واحد يقول كلمة حلوة، يقول كلمة حلوة، يعني مثلا الواحد يكون خايف وقلقان ومضطرب، فواحد يقول له مثلا لا عليك فإن الله معك. طيب لما واحد يقول لك لا عليك إن الله معك وأنت خائف مذعور، تقول له لا فضل الله فاك، يعني لا فضل الله فاك. وأحيانا تقال فضل الله فاك، أحيانا تذكر كذا وأحيانا تذكر هكذا. لا فضل الله فاك يعني معناها إيه؟ هذا دعاء له بالسلامة والعافية، وده ملحوظة في غاية الخطورة. اشمعنى الفم بالذات؟ ما قالوش مثلا لا أعماك الله، اشمعنى الفم بالذات لا فضل الله فاك؟ اكتشفوا في الطب أن هناك علاقة بين الفم والأمراض. سبحان الله، إن أول ما الأمراض تدب في بدن الإنسان أول جزء بيتأثر الفم ومحتواه، الأغشية بتاعته، الأسنان، إلى غير ذلك. ولذلك الإنسان إذا وجد خلل في الأسنان ربما يكون ذلك الخلل ليس نابعا من الأسنان، وإنما هو نابع منين؟ من أي مرض في البطن أو في العظم أو ما إلى ذلك. بس أنا عجيبة جدا،
مسألة عجيبة إن العرب يفهموا هذا الفهم ويدركوا هذا الإدراك، فلما يبقى واحد مبسوطين منه وقال كلمة طيبة سديدة موفقة يقولون تارة لا فض الله فاك، اسنانك ما تتكسرش وفمك يفضل فم طيب مبارك، وأحيانا يقولون فض الله فاك، أيضا يقصدون بذلك على حسب السياق، على حسب السياق. فقول علي رضي الله تعالى عنه ويلك، الويل معناه الهلاك والثبور، وعلي لا يقصد ذلك، وإنما هذا سؤال بين ناس، وكأن هذه الكلمات لا يعرفها كثير من الناس. والرجل السائل إذا كان سؤاله رشدا استفيد بسؤاله، يعني لو واحد بيسأل سؤال صح الناس تستفيد بالسؤال بتاعه. ولذلك فائدة الناس في المجالس بالأسئلة ربما تكون أعظم من فائدتها بماذا؟ بالمجلس. يعني لو واحد شيخ اتكلم ساعة وتسأل ثلاث أسئلة، اللي بيعلق في دماغ الناس ايه؟ المجلس ولا الأسئلة؟ الأسئلة. يطلع من الجامع يا سلام ده الشيخ قال درس، درس ما حصل، جميل ممتاز حلو جدا، يكلم طب احكي لي شوية عن الدرس، يقول والله من حلاوته مش هقدر احكي لك لأنه مش فاكر منه حاجة، لكن الأسئلة اللي سمعها فاكرها كويس وفاكر ماذا؟ الأجوبة بتاعتها. إذن حاجة الناس لسماع الأسئلة واستفادتهم من الأسئلة والإجابات ربما تكون أقوى من المجلس نفسه. ماشي يا إخواني، ودي مسألة معلومة ومقررة. ويلك سل تفقها، ودي بقى الكلام الجميل اللي نستفيده، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل تفقها. التفقه أي طلب الفقه كالتعلم والتحلم، فالتعلم أي طلب العلم، والتحلم طلب الحلم، والتفقه طلب الفقه. يبقى سل اسأل تفقها ولا تسل تعنتا. جميل. وبدأ يجاوب بقى: الذاريات ذروة الرياح، والحاملات وقرا السحاب، سمي ذلك بالسحاب لأن السحاب يحمل الماء، والجاريات يسرا السفن، والمقسمات أمرا الملائكة. الملائكة. قال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ قال: أرأيت السواد الذي في القمر؟ قال، أي قال ابن الكواء: أعمى سأل عن عمياء، يعني أنت لا تسألني لأني لا أعرف ذلك. قال علي: أما سمعت الله تعالى يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل فمحوه السواد الذي فيه، فمحونا آية الليل، فمحوا الليل أي محوا السواد الذي فيه. ثم قال علي: أفرأيت ذا القرنين نبيا كان أم ملكا؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه مجيبا عن نفسه: لا واحدا منهما، ولكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فناصحه الله، دعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه، القرن أي الرأس، ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر. ليس المقصود بالقرن كما قال علي: ولم يكن له قرنان كقرني الثور. يبقى اللي حصل انه هما دعاهم الى الهدى فضربوه على رأسه، على جانب رأسه، ثم ضربوه
ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على الجانب الآخر، فكان له شبيه بالأمرين البارزان، بالأمرين البارزين، فسمي بذي القرنين. ولم يكن له قرنان كقرني الثور. بعض الناس بيقول لك إن هو كان له إيه؟ قرنين كقرني الثور، وهذا كلام ليس بالصواب، إلى آخر الخبر. وهذا الخبر إسناده صحيح. الأثر 730، أثر ابن أبي مليكة قال: دخلنا على ابن عباس رضي الله عنه فقال: سلوني فإني أصبحت طيبة النفس، أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع فخشيت أن يكون الدخان، أو قال الدجال قد طرق، وسألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف. قال ابن أبي مريم في حديثه: يخصهما من بين السور. هذا الأثر إسناده صحيح، وفيه فائدة جليلة، أن العالم إذا علم مسألة يمكن أن يقول للناس: سألوني في مسألة كذا، يمكن أن يقول: سألوني في مسألة كذا. يعني هب أن رجلا قرأ في فقه المعاملات حتى تضلع في هذه المسائل، طب إذا جلس للناس ليكلمهم، أو أن رجلا درس في علم الحديث وتخصص في نقد الرجال حتى صار مبرزا في هذه الجزئية، يمكن أن يقول: سألوني عن علم الجرح والتعديل. إذن يجوز للرجل العالم إذا بز في مسألة أو فاق أقرانه في عدة مسائل أن يخص الناس بذلك، وأن يقول: سألوني عن كذا أو عن كذا. وهذا الأثر إسناده صحيح، ونجعل به الختام حتى لا نطيل.